بطبيعة الحال الأخصائية وفاء بن عميري غنتواصلوا معها اللحظة باش نتكلموا على موضوع كيخص صحة الطفل. اليوم غنتكلموا على النطق المبكر لدى الأطفال. خير أستاذة وفاء. صباح النور أستاذة حليمة، وسنة سعيدة ليك وسنة سعيدة للطاقم كله إن شاء الله. مبارك الله فيك. نتمنى في خاطرهم. مبارك الله فيك، كنت من لك إن شاء الله صحيحة والعافية ليك والأسرة والوليدات. نعم أمين. شكرا. مبارك الله فيك. فكيف ما قلت اليوم وككل أربعاء كنخصوا حصة للحديث حول بعض الاضطرابات أو بعض المشاكل الصحية اللي ممكن الأطفال يعانيوا منها ويمروا منها. كنتكلموا بزاف على النطق المتأخر أستاذة وفاء بن عمي، اليوم غنتكلموا على النطق المبكر. يعني حالة من الحالات اللي ممكن الطفل يتصاب بها، علاش كيفاش؟ هادشي اللي بغينا نفهموا معك أستاذة وفاء. الوغ بالنسبه للوليدات اللي كان اللي غنناقشوا الحاله ديالهم اليوم، هما الوليدات اللي يهضروا بكري، اللي كيهضروا قبل من عام كيبداو يعاودوا الكلمات. مثلا عندهم قبل من 12 موا كيولي كيعاود ماما بابا، مثلا السميه ديال اختو ولا خوه بيان سور كتكون تحيد منها الحرف الاول ولا الحرف الثاني. مثلا ناخذوا اسم مثلا وفاء، بلاص ما يقول وفاء غيبقى يقول واوا ولا فافا ولا المهم كاينه اون كومونيكاسيون. هاد الاطفال هادو اللي كيهضروا قبل من عام، لي هذا سي اون كومونيكاسيون، تواصل سي فري، ماشي جمل، ماشي كلمات مفهومه ولا مضبوطه، مي سي اون كومونيكاسيون، هو نوع من التواصل. هاد الاطفال هادو ما عندهمش واحد النسبه ديال الذكاء خارقه، بل هناك تحفيز سي في لو ديفلوبمون ديالهم، يعني الى ان ستيمولاسيون ديفلوبمونتال. يعني كاين اللي كيسبق كما كنقولوا المشي، وكاين اللي كيسبق الهضره. وغالب الاحيان لو ديفلوبمون بسيكوموتور، يعني النمو او لا منحنى ديال النمو ديال الحركي ولا الحسي الحركي كيسبق لو لانغاج. يعني ما يمكنناش نهضروا قبل ما نتمشاو، سي با بوسيبل. كنقدروا يحبوا الوليد او لا يرمي الخطيوات وما كيكونش مشيه اللي هي ستابل، عاد كيبدا يهضر. ولو روتار دو لا مارش، يعني تاخر المشي اللي غنهضروا عليه في حلقات مقبله، كيكون عنده واحد لي 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 واحد مجموعه ديال العناصر كيكونوا مكتملين، عاد كنقدروا نهضروا على ان روتار دو لا مارش. الوغ دونك بالنسبه نرجعوا للكلام المبكر. الوغ كاينين عاوتاني وليدات كيديروا عام ونص كيوليو يعاودوا بابا ماما، هادو كندخلوهم في النطق المبكر. هذا سي بيان. دونك هنا الوليد كيدير تسجيل، كيسجل المفردات الجديده، كيسجل بعض الكلمات بعض الاصوات الجديده. هنا ما كاين تفرق ما بينهم وبين الوليدات اللي مازال ما هضروش. فوقاش كنلاحظوا الفرق؟ مثلا الوليد دار 3 سنين 3 ans وكنسطر عليها مزيان، و 3 ans ما كيتجاوبش، ما تيقولش ماما، ما تيقولش بابا، ما تيقول مثلا حتى شي كلمه. هنا غادي نولي نرد البال للسمع ديالو، حيت الطفل باش نعرفوا انه كيسمع وعندوش مشاكل في لافير اوديتيف ديالو، دونك غادي يبقى يعاود ليا مثلا ماما بابا، عندهم نفس مخرج الحرف اللي هو بيلابيال، ولكن الصوت مختلف. يعني ما يمكنش مثلا واحد ما كيسمعش وغنبقى نقول له بابا ماما وبالنسبه له غنخرج صوت واحد. نعم، وهذه من الملاحظات، خاص الاباء يكونوا كيلاحظوا. باغ كونتخ الوليد اللي كيسمع اول حاجه كيدير لا ديفيرونس انتخ ماما بابا، باسكو عندهم ان سول بوان دارتيكولاسيون و دو سون ديفيرون. حاجه ثانيه ان الطفل ما كيديرش ان بوانتاج، ما كيشيرش بالاسبوع ديالو، هذه حاجه مهمه. الطفل اللي ما كيشيرش بالاسبوع ديالو كنخليوه انتخ بانسيت entre guillemets. طفل كذلك اللي كنكون كنهضر معاه وما كيشوفش ليا في عيني، ماشي كنعيط له كسويس يدور عندي، نو، منين كيكون اون بلين ديسكوسيون معاه ما كيشوفش في عيني، ما كاينش واحد لو روغار فيكس، دائما ما كيبغيش يشوف فيا. هذا كذلك كاين خلل عند ذاك الطفل. خلل على مستوى شنو استاذه؟ السلوك. على مستوى السلوك. اكزاكتومون، على مستوى السلوك. حيت مثلا الا بغى الوليد مثلا الماء ولا هذا، هو ما كيهضرش، غيشدك غادي اي بوينتي، غيشير بالاسبوع ديالو الماء ولا القرعه ولا غيبقى يختار واحد لي سون، مثلا بغى يطلع ولا ينزل غيبقى يقول لك اب
غياخذها منين كتلعب معاه مثلا، كتبقوا قبضته من جديده وماماه من جديده وكينقزوه ديك الدريجه وكيقولوا اب. دونك هو دائما طلع والهبوط غيبقى يلصقها باب. كاينين وليدات ما كيديروش هاد التنسيق اللغوي، كيبقاو كنقولوا حنايا كيهضروا عشوائيا. عندهم مثلا ماما ماشي مشاره الام ديالو، مشاره لكل شيء، فهمتي؟ مثلا الا بغى ياكل غيقول ماما، بغى ينعس غيقول ماما، بغى شي حاجه بغى يلعب بها غيقول ماما. ولكن ماما راه اسم مسمى الام ديالو باش يعيط ليها. هنا الوليدات ما كيديروش لا ديفيرونس، دونك هنا اللي غنخليوهم تحت المراقبه. نعم. من غادي يوصلوا الوليدات ل 3 سنين ونص 4 سنين، هنا غادي نلاحظوا بان كاين تاخر كبير في المكتسبات اللغويه، سواء بالنسبه للفهم ولا بالنسبه للالقاء اللغوي. الوليدات اللي عندهم اضطرابات في الفهم كتبان في الصغر. مثلا لو قلتي له اعطيني اللعبه، ما فهمش اللعبه، غادي تشير له بالاصبع ديالو، غتهزها وتحطها وغيفهم بان راه ديك اللعبه. مثلا غيجمع له لعابو كاملين في واحد السليله، وهو خاص الدور ديال لي بارون هو المراقبه، هو لوبسيرفاسيون فين، مراقبه تكون فين ديتايي. الوليد الا بغى يلعب واش غيعرف السله ديال اللعب، ولا غيمشي يلعب مقله ولا بفرشيطه، ولا واش مثلا الا ديتيه المنزل ديال الجد ديالو ولا الجده ديالو، واش كيعرف واش كيتعرف على الغرف، هذا بيت مثلا خالوه، هذا بيت جدوه، هذا الحمام، هذا الكوزينه. الا كتشوف ان الطفل il ne se repère pas في الاسباس، ما عارفش مثلا ما كيعرف، واخا تحطو في داك البيت كيلعب فيه شهورة وشهورة ما غيبقاش عارف عليه. دونك هنا غادي نحطوه حتى هو تحت المراقبة، ماشي غير الطفل اللي كيهضر بكري انه ما عندوش مشاكل. كاين الطفل كيهضر بكري ولكن عنده مجموعه من المشاكل اللي ذكرتها دابا، وكتدخل ضمن الاضطرابات السلوكيه اللغويه. حيت بنين غنبغي نتواصل غيخصني يكون السلوك ديالي سان، يعني ماشي مضطرب، ما فيه حتى خلل، باش نقدر نركز معك، باش نقدر نتواصل معك، باش نقدر نفهمك، باش نقدر نلقي لك الجواب. دونك خصني بزاف ديال العناصر يكونوا مكتملين عندي في الذهن ديالي، اولا لو سيستيم نيرفو ديالي خصو يكون ما فيه حتى خلل باش نقدر تكون واحد التواصل مقاد. الا في حالة مثلا لكان هذا الطفل هذا تزاد بعنده مشاكل في السمع، أو تزاد مثلا بعنده اضطرابات في الجهاز العصبي، أو مثلا تزاد عنده أمراض نيورولوجيك بحال الصرع، بحال الوليدات اللي كيكونوا مثلا عندهم ماك دوكسيجين في الدماغ ديالهم، هذا كتولي لا كونسيكونس، كيوليو لي سيكيل ديال داك لو بروبليم. نعم، من طبيعة الحالات كيعطي إشارات، أو الطفل كيعطي إشارات كيف ما قلتي، يعني من خلال بعض ردود الافعال التي خاص الاسره تكون منتبهه لها، وتحط كما قلتي يعني الطفل تحت المراقبه غير منين تشوف شي حاجه ماشي هي هذيك. وكان احسن ان الانسان يمشي ويستشار وياخذ استشاره طبيه باش يعرف فين يتموقع مع الحاله اللي كيعاني منها بطبيعه الحال هذاك الطفل. كيف ما قلتي هي تفاصيل صغيره في بعض الاحيان كنستهنوا بها، ما كنردوش ليها البال، ما كنركزوش عليها، تنربطوها دائما ببعض المعتقدات، راه مازال صغير باقي يلا غادي يكبر، لا ربما حيت مول في مو تيعيط غير دائما على مو. فهذه كلها اشياء اللي تيخص الانسان يرد ليها البال استاذه وفاء، كيف ما قلتي حيت لا كبر المشكل تيكبروا المضاعفات، وتيطيح داك الطفل يعني في مشاكل كثيره، وحتى العلاج كنظن تيكون صعيب من بعد. بالنسبه للعلاج مثلا اذا جا الطفل في السنه مثلا ديال 3 سنين ما كيقول حتى شي كلمه، ومنين كتهضر معاه كتحس بان الطفل ابسون، والاباء باش كي بحال ما كيبغيوش يستوعبوا بان الولد ديالهم عنده اضطراب او خلل او لا، ولا كيبداو يغطيو بشي حاجه اللي لا لها صحه، زعما ما عندهاش اون لوجيك. مثلا ولدك واش كتلاحظ ان ولدك ما كيديرش لا ديفيرونس، ما عارفكش انت، دي فوا كيجيو ان دي بارون واش اون باسيون اللي الام ديالها ما تقبلاتش الحاله ديال بنتها ما كتعرفهاش، ما كتعرفش عليها. الوغ البنيته عندها 3 سنين واوتيست،
والاباء ما تقبلوش داك الاوتيزم الوغ عندها تيسع تخول دو سبيكتر اوتيستيك الوغ طيف التوحد ما تقبلوش هذاك الاضطراب وخلاو البنيته هكاك ما حد البنيته كتكبر وما حد مشاكلها كيتكبروا وكيكبروا والعلاج ولا صعيب دونك واحد الوقيته الام استسلمت للواقع الواقع وجابتها عند الاخصائي ويلي توجور ان ريدوكاسيون وعلاش كنقولوا العلاج كيبقى طويل للمده ديال دابا ديال سنتين وكنشوفها انا كيشوفها لو بسيكولوج كيشوفها لو بسيكوموتريسيان وكيشوفها لو بيدوبسيكياتر دونك مجموعه من الاخصائيين متابعين حاله واحده اللي كانت تقدر تجيبها مثلا في سن ديال سنتين وهي باقا صغيره حيت منين كيكبر الطفل بعض المهارات كيحبسوا نعم باش كيجي واحد اخرين عاوتاني باش كيديفلوباو الشوز اللي ما كيعرفوهاش لي بارون كيقولوا دائما الطفل في سن صغار دائما ما كي راه مازال ما فهمش ما راه مازال صغير راه دابا يتعلم راه باقي الوقت قدامه لا حيت مثلا دو زيرو ا دو زون الوليد كيشير بالاصبع ديالو واخا ما يكونش مثلا غايقول لي بغيت نشرب ولا غايجيه الجوع غايقول لي هم وغيدير مثلا في كرشو غيبغي مثلا يشرب غادي يشير بالاصبع ديالو الكاس ولا بغى يشرب ما لقى كاس ما لقى غير يمشي مثلا يعني الطفل تيدير داك المجهود تتحسي به بان راه تيكومونيكي معك اولا كيتواصل معك هذه سي اون كومونيكاسيون نون فيربال ولكن نون فيربال كيكون اسوسي لان سون دائما كيخرج لك واحد لو سون واش مثلا با 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 ولا ت ت ت مهم كتسمع كاين واحد لو سون ماشي لابسونس توتال هنا في الاباء خصهم يردوا البال اكثر نعم نعم لا وفاء بن عمي دائما الحديث معك مفيد شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات اللي اعطيتينا اليوم حول النطق المبكر عند الأطفال لنا لقاء معك إن شاء الله في حلقات مقبلة أستاذة وفاء كنتمنى لك مرة أخرى سنة سعيدة وعواشر مبروكة شكرا مدام حليمة نتلقى بك إن شاء الله في حلقات عامة قريب العشرة